لمزيد من التحليل ينضم إلي الآن من واشنطن ضيفي من هناك الدكتور إدمو غريب أستاذ العلاقات الدولية، ومن طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية الأستاذ مصدق بور. أهلا بكما في هذه التغطية المستمرة من قناة الحدث لهذا الملف. اسمحوا لي أن أبدأ من واشنطن مع الدكتور إدمو. دكتور، هل تبدو لك إيران اليوم مضطرة للرد؟ هل تخاطر بسمعتها إن لم تقم بهذا الرد المرتقب والذي تحدثت عنه بإسهاب في أكثر من مناسبة على لسان أعلى المسؤولين الإيرانيين؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم. يبدو بأن إيران فعلا تجد نفسها من ناحية في وضع صعب، فهي واجهت هجوم على قنصلياتها التي تعتبر تحت القانون الدولي أراضي إيرانية، وبالتالي فأنه لا يمكنها عدم الرد. السؤال هو هل تريد إيران التصعيد أو، والكثير سيعتمد عندئذ على الخيار الذي ستتخذه إيران. الحديث هنا كما تفضلت وذكرت، هناك اعتقاد في الولايات المتحدة بأنه أننا قد نرى هجوم خلال 24 إلى 48 ساعة، وهذه طبعا تنشر في وسائل الإعلام وتستند إلى تقييمات استخباراتية، ولكن في نفس الوقت الذي يستعد فيه الطرفان لاحتمال الهجوم، أي إيران قد تستعد لشن هجوم وإسرائيل تستعد للرد، ولكن هناك عدة عوامل أعتقد أن الطرفين وخاصة هنا على الأقل الطرف الإيراني سيأخذها بعين الاعتبار، وهي أولا موضوع الاعتبارات الاستراتيجية لمثل هذه العملية، ثانيا مدى جاهزية الخطط الإيرانية، وثالثا التداعيات التي ستعقب مثل هذا الهجوم. في نفس الوقت أيضا نرى بأن الولايات المتحدة تعمل هذه من خلال، هناك اتصالات ورسائل تم إرسالها بين إيران وبين الولايات المتحدة، بعضها عبر عمان وربما أطراف أخرى. الولايات المتحدة أولا بعثت رسالة إلى إيران بأنها لم تكن على علم ولم تشترك بأي صورة في الهجوم على القنصلية الإيرانية. في نفس الوقت قامت إيران بإرسال رسالة بأنها سترد، وهي أيضا حذرت من أن تداعيات أي هجوم مضاد من إسرائيل عليها. في نفس الوقت الإسرائيليين أيضا صعدوا من لهجتهم، الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي قالوا أنهم إذا هجمت إيران فإن الولايات المتحدة ستساعدها على الدفاع عن نفسها، ولكن في نفس الوقت أيضا الواضح هو أنه لا الإدارة الأمريكية ولا إيران تريدان التصعيد وتريدان الدخول في مواجهة مباشرة. الإدارة الأمريكية مهتمة بحياة الجنود الأمريكيين الموجودين في قواعد في المنطقة، ولذلك كان هناك هذا التحذير الذي سمعناه. وفي نفس الوقت لا يبدو بأن إيران على الأقل في هذه المرحلة ترغب في استهداف هذه القواعد، هي ستركز على إسرائيل. ولكن فعلا كان هناك النقطة الأخيرة بالإضافة إلى ما تفضلت وأشرت إليه في تقريرك حول موضوع العودة إلى الاتفاق النووي، كان هناك أيضا أنباء يقال أن مصادرها إيرانية ولكنها غير مؤكدة، وبرزت في وسائل الإعلام الأمريكية أن إيران قالت للأمريكيين أنه إذا توقفت إيران، أوقفت إطلاق النار في غزة، فإن إيران قد لا تقوم بشن هجوم. وطبعا لا أعلم مدى صحة هذا النبأ، ولكنه إذا كان صحيحا فإنه له أيضا تداعياته وأهمية. سأعود معك للحديث عن النقطة الأخيرة التي أثرتها دكتور إدمو فيما يتعلق بالتكسب الإيراني من خلال هذا الرد أو التنازل عن حق الرد، ولكن أنقل كل هذه النقاط أيضا وأتحدث أيضا بجزئيات أخرى مع ضيفي من طهران سيد مصدق بور. سيد مصدق، يعني منذ انطلاق الضربة في دمشق لمبنى القنصلية التابع للسفارة الإيرانية، نعمل وإياك على هذه التغطية، وفي كل مرة أسألكم عن الرد دون أن يأتي، هل تأخر هذا الرد برأيك سيد مصدق؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم وللأستاذ إدمونج ولمشاهديكم. طبعا قبل أن أجيب على سؤالك، أنا أتفق على معظم النقاط التي أشار إليها الضيف العزيز الأستاذ إدمونج.
وأنا أيضا أستبعد يعني أن تكون هناك حرب. لا توجد رغبة إسرائيلية ولا رغبة إيرانية ولا رغبة أمريكية، ولكن هناك اعتبارات استراتيجية، يعني كل واحد يريد أن يضمن هذه الاعتبارات. إسرائيل بعدما استهدفت القنصلية الإيرانية يعني حشرت إيران في زاوية ضيقة للأسف، يعني ليس لها إلا أن ترد. يعني الموضوع يرتبط بالسمعة الإيرانية ويرتبط بضغوط يعني من الداخل وأيضا ضغوط من الخارج وتشكيكات بصدقية ومصداقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هذه الضربة يجب أن توجه. أنا أعتقد الجانب الأمريكي هو أيضا يتفهم هذه النقطة ولدي بعض التوصيات، والجانب الإسرائيلي هو أيضا يستعد، يعني هو يقول أنا سأرد بنفس المستوى والمنسوب والشدة التي سيأتي بها الرد الإيراني. وهذا لا يعني أن إسرائيل أيضا لا تريد خوض حرب مباشرة مع إيران، ولكن إسرائيل تريد أن تكسر يعني المعادلة الحالية. نتنياهو يشعر أنه أصبح محاصرة من جميع الجهات والوقت ليس لصالحه، وبالتالي ويريد أن ينقذ نفسه، وبالتالي يريد أن يوسع يعني أو يقود الأمور إلى حافة الهاوية لكي تتدخل دول وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية، وربما ستكون هناك تفاهمات حتى يستطيع الجانب الإسرائيلي أن يجد شريكا له والولايات المتحدة الأمريكية. يعني ماذا عن الجانب الإيراني سيد مصدق؟ يعني المرشد أعطى أوامر علنية للحرس الثوري بالرد، أين هذا الرد؟ هذا الرد موجود، يعني هذا الرد أنا أعتقد رد جاهز وشيك. أولا يجب أن نعرف ما وسائل الإعلام تقول 48 ساعة، هل توافق؟ أنا لا أوافق يعني بالكامل. ربما الجانب الأمريكي والإعلام الأمريكي أيضا يضخم هذا الموضوع، يريد أن يجس النبض، يعني يلاحظ يعني ما هو التأثير الذي سيتركه. بعضها نسب لوسائل إعلام إيرانية على الداخل الإيراني، يعني تأثير إنه الشارع العراقي الإيراني كيف يفكر، هل سيكون مدعورا، هل سيعترض على النظام. ولكن لم يحدث شيء هنا في الداخل الإيراني، إنما بالعكس يعني أنا أجد أشخاص يعني هم أيضا مصرين على أن يكون هناك رد. أما هذا الرد أنا أعتقد نحن دخلنا يعني العد العكسي لهذا الرد هذه الليلة، ولكن هناك تمهيدات لهذا الرد. أنا أعتقد الرد الإيراني كما قالوا سيأتي على مراحل، يعني المرحلة الأولى هي مرحلة الانتقام، يعني رد الانتقامي. وإذا ما بادرت إسرائيل بالرد على إيران، إيران سوف تلجأ إلى المرحلة الثانية وتضرب أيضا، ربما نذهب إلى عدة مراحل. طيب هذا هو متوقع، لكن قبل الرد ولكي يكون هذا الرد خاطفا وسريعا، أنا أعتقد هناك سلسلة من الإجراءات التضليلية، ربما يكون هناك تصعيد لمحور المقاومة لحزب الله وأنصار الله وحماس أيضا، وحتى في هذه الجزئية يبدو يعني أنك على اطلاع سيد مصدق، يكون هناك تصعيد. نعم في هذه الجزئية اليوم رصد المراقبون موقف موحد يعني متزامن لأربع أذرع إيرانية في اليمن ولبنان والأراضي الفلسطينية والعراق على مواقع التواصل. يعني كان هناك منشور منسق لهذه الأذرع من أربع البلدان في تهديد غير مباشر للجانب الإسرائيلي، هل هذا ما تتحدث عنه سيد مصدق؟ نعم فعلا أنا أتحدث، يعني هذه ربما هي تدخل في إطار المباغتة، يعني عنصر المباغتة. إيران يريد تباغت وتوجه ضربة مؤلمة إلى إسرائيل، يعني تنتقم منها، ليس فقط يعني موضوع السفارة. يعني ولكنك بالأمس قلت لي إنه الرد سيكون بالأصالة وليس بالوكالة. نعم 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 بالأصالة أنا أقول، ولكن هذه الإجراءات يعني تتخذ، ربما يظن الجانب الإسرائيلي وحتى الأمريكي أن إيران تريد أن تحارب بالإنابة، وبالتالي كل الاهتمام والتركيز العسكري الدفاعي الإسرائيلي سيتجه إلى هذه الجهة، ثم تأتي الضربة الإيرانية المباغتة. طيب هذا الشيء ربما وارد، هكذا نشعر، يعني هذه سلسلة من التمهيدات يجب أن نطويها وننتهي منها، وفي خضمها أنا أعتقد سوف يأتي الرد. يأتي الرد من دون شك، يعني إيران مجبرة يجب أن ترد، والولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن هذه إيرانية مصرة، ولكن هي تريد أن يكون هذا الرد يعني دون أن يفضي إلى توسيع رقعة
الحرب، حتى الجانب الإسرائيلي هو يقول أنا سأرد بمثل ما ضربت إيران. يعني الجانب الإسرائيلي أيضا لا يقول أنا سأحول طهران إلى غزة وكذا. أنتقل إلى ضيفي من واشنطن دكتور إدمو. دكتور إدمو، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي تحديدا، هل برأيك سيقتصر على إدارة هذا الرد بما نشهده من مساعي أمريكية مع التواصل مع إيران بشكل مباشر أو غير مباشر؟ بعض الوسائل الإعلام الأمريكية ذكرت بأن هدف زيارة الجنرال كوريلا قائد القيادة الوسطى وهي القوات الأمريكية في المنطقة، قيل بأنه ذهب إلى إسرائيل لينسق مع إسرائيل، ولكن أيضا برزت بعض المعلومات مؤخرا بأن أحد أهدافه هو الضغط على إسرائيل لكي لا تصعد في حال حدوث هجوم على محدود أو هجوم على الأقل لا يهدف إلى ضرب الكثير من المؤسسات الإسرائيلية. وبالتالي فإن الولايات المتحدة لا تزال يبدو أنها من ناحية تبعث برسالة إلى إيران بأنه إذا كان هناك تصعيد كبير فإن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة إسرائيل، في نفس الوقت تحذر من أي هجوم على القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، في نفس الوقت فهي لا تريد من إسرائيل أيضا أن تصعد، وهي تهدف إلى محاولة تفادي التصعيد في هذه المرحلة بسبب تداعيات وخطورة مثل هذا التصعيد، لأنه قد يؤدي إلى حرب أوسع بكثير مما نراه حتى الآن في المنطقة. ولكن الإدارة الأمريكية هي أيضا مأزومة مثل كالإسرائيليين والإيرانيين. إيران هي تحت ضغط لأنها تحتاج إلى الرد، ولأن تقوم هي بالرد لأن الهجوم جاء على سفارتها أو قنصليتها في دمشق وقتل 2 من كبار المسؤولين العسكريين. إسرائيل أيضا إلى حد ما كانت تريد ولا تزال أن تجر الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران، لأنها هي وحدها إما غير قادرة أو غير راغبة في الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، ولذلك فهي مأزومة. والولايات المتحدة أيضا لا تريد التصعيد، ولكن الاحتمالات تبقى واردة، ومن هنا تأتي الخطورة. ولذلك الأهداف التي ستضرب في إسرائيل إذا فعلا رأيناها، وأتوقع أننا سنرى ردا ما، فأن هذه قد تحدد طبيعة الرد الإسرائيلي والموقف الأمريكي فيما يتعلق بمثلا القيام بهجوم مضاد أو مجرد فقط البقاء على الجانب وربما تقديم النصح وبعض المساعدات لإسرائيل. سيد مصدق، يعني استمعت قبل قليل إلى الدكتور إدمو يتحدث عن جزئية الملف النووي. هل تحاول إيران اليوم التكسب من خلال التهويل بالرد؟ هل يعني تقبل بأي من المكاسب وتتخلى عن حق الرد هذا؟ أنا لا أعتقد، يعني أولا الموضوع النووي هذا موضوع يدخل في إطار يعني الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يعني أجندة خاصة وملفات خاصة ويعني بيئة خاصة يعني لمعالجة هذا الموضوع. ثم إيران لا تتكسب، يعني إيران إذا كانت تفكر يعني تفكير اقتصادي تجاري تكسب كما تفضلتم بإمكانها أن تتخلى عن يعني الحصول على أي مكاسب، يعني دون الوقوف على المصطلح. يعني هي تتخلى عن قضية فلسطينية وتنتهي كل شيء، يعني هي بالعكس يعني هي تقوم بعمل تدفع ثمن من أجله وهو الوقوف إلى جانب الحق. ولكن يعني هناك إشارة دائما ما يتم الحديث عنها فيما يتعلق باجتماع السيد هنية مع المرشد الإيراني، البعض يقول أو أنه المصادر تقول أنه المرشد قال له أنتم قمتم بالسابع من أكتوبر دون الاستشارة وليس لنا دخل بذلك. نعم صحيح، يعني صحيح إيرانية دعمت المقاومة وزودتها بالتكنولوجيات اللازمة وحسنتها ومكنتها من يعني وفرت لها كل سبل الدفاع. يعني حتى حماس منتعضة من سقوط مبدأ وحدة الساحات، يعني حماس أبدت امتعاضها في أكثر من مناسبة أنه ليس هناك دعم بالوجه الكافي من الأذرع الأخرى الإيرانية. لا هذا شيء ما أعتقد، يعني حماس لحد الآن أنا لم أسمع مثل هذا التصريح ولا أي تدمر أو استياء من جانب المقاومة. يعني هناك التوزيع للأدوار، وموضوع وحدة الساحات هي تتحقق فقط في ظل
أن تكون هناك يعني حرب شاملة وتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندها فقط سيكون وحدة الساحات. فقط نعم، هذه وإلا يعني المقاومة يعني لها يعني أدوار وظيفية خاصة، يعني حزب الله له مهام خاصة وأنصار الله له أيضا مهام خاصة، والحشد الشعبي العراقي أيضا له مهام خاصة، يعني كل واحد يؤدي مهمته. وإيران هي أيضا يعني إذا أرادت أن تتدخل هي مباشرة طبعا كل أبواب الدبلوماسية سوف تغلق، وهذا غير صحيح. يعني إيران عندما تدخل المعركة يعني هذا ليس لصالح المنطقة بالكامل، يعني تغرق المنطقة في ظلام، يعني تكون هناك حرب فعلية، ونحن لن نصل إلى هذه المرحلة. الجانب الأمريكي أيضا لا أظن مطلقا أنه بالصدد توسيع رقعة المواجهة مع إيران مطلقا، هذا الشيء مستبعد جدا، ولاحظنا ولا يمكن لإسرائيل أن تستدرج أمريكا للحرب ضد إيران. يعني هي حاولت في عهد ترامب، وحتى ترامب رفض، يعني ونفسه أيضا لم يستمع ولم يصغي إلى توصيات. للاستفادة من وقتي معكم لأن الوقت قد بدأ ينفد بالفعل، أسأل الدكتور إدمو عن قصة الإعلانات قبل الهجومات. يعني حتى الجانب الأمريكي قبل توجيه الضربة للجانب الحوثي في اليمن كان أعلن بشكل واضح وأعطى المعلومات. ماذا واليوم إيران تقول وتعطي بعض المعلومات، ماذا عن عنصر المفاجأة؟ ما قصة الإعلان قبل الردود دكتور؟ أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد من ناحية أن تبعث برسالة بأنها لا تزال تدعم إسرائيل على الأقل من ناحية، من ناحية ثانية هي رسالة أيضا تحذيرية، حذرت إيران أيضا من التصعيد في رسالتها الأخيرة، وفي ضرورة ولكن أعتقد أن ما نراه الآن هو أنه هناك محاولات على الأقل لوضع أو ضبط حدود الهجوم أو الهجمات التي قد تجري من قبل الأطراف. مثلا نسمع من الإيرانيين، سمعنا من أحد القادة العسكريين الإيرانيين، أعتقد أنه كان قائد القوات البحرية، أننا نحن سنرد ولكننا لسنا مستعجلين. وبالتالي فإن هذه تعكس على الأقل موقف لدى القيادة الإيرانية بأنها هي أيضا حريصة على تجنب صراع أوسع. الولايات المتحدة لها أيضا، فهي تواجه انتخابات قادمة، هي تواجه ضغوط من قبل أصدقاء إسرائيل من ناحية، ومن الناحية الأخرى القوى التي تعارض والتي تتزايد، أغلبية المواطنين الأمريكيين الآن يطالبوا بوقف لإطلاق النار. في نفس الوقت أيضا الإدارة تريد أن تبعث برسالة بأن التصعيد قد يحتوي على مخاطر للجميع، ولذلك يجب تفاديه. كل الشكر لك دائما دكتور على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي ضيفي من واشنطن الدكتور إدمو غريب أستاذ العلاقات الدولية، والشكر الموصول لضيفي من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية السيد مصدق.